ما بالطاقة كما تعلمون نحن نتركب انفتاح الألعاب الأولمبية بالغد. إذا نحن لدينا اجتماع خاص هذه الأمسية ومتحمسون للغاية. ديما معنا أيضا اليوم مع بعض الأزمة الآخرون، لدينا أخبار رائعة إليكم اليوم. ديما يسعدنا أن تشارك مع الجميع كل ما يحدث على الساحة، وسنشارك قنوات أو قناة جديدة خاصة بالبرودكاست الخاصة ب14,000 شخص الذين سيحضروا بفعالية التي سنحظى بهذا الأسبوع. نحن أيضا نختتم الثلاثة أسابيع الخاصة ببلوك تشين سبورت فاوندرز باك. يسعدنا أن نكون هنا معكم جميعا. إدوارد إليا، يسعدنا دائما أن نكون سويا يا رفاق. أنتم رفاق الرحلة، دائما ما نكون سويا. نحن كنا في مكان مختلف عالمنا اليوم، نحن هنا بباريس. يسعدني تواجدي معكم. نعم، يسعدني دائما في الحقيقة. أشعر بسعادة كبيرة عندما نكون نحن ثلاثتنا سويا، ولكن نحن الآن أيضا معنا باقي أعضاء الفريق، فيا له من يوم رائع. أيضا هذا المساء سنحظى بفعالية مهمة للغاية. نعم ديما، إذا كان ممكن أن تنضم إلينا في باريس كنا يعني سنسعد بذلك، ولكن نحن نعلم أنك مشغول في الوقت الحالي بأمور أخرى. From your team to join us in ونعلم Paris. أيضا أن انضم إلينا بعض من أعضاء فريقك. زين انضم إلينا في فعالية المساء، ولكن ديما يسعدنا أن نراك، لأن كان هناك طلبات من عدد كبير من المجتمعات لدينا يطلبون أن يروك الآن. أعتقد أن الجميع كان يفتقد وجودك معنا. إذا لماذا لا تأخذنا في بعض التحديثات وتشاركنا حول ما سيحدث في ساحة بلوكتشين سبورت؟ كل الأمور يعني تحدث بين يوم بين يوم وآخر يكون هناك تحديثات مختلفة، لذلك هل شاركتنا بعض التحديثات؟ وبعد ذلك أيضا سنتحدث مع ديمتري وأندري اللي سينضم إلينا أيضا في غضون دقائق. مرحبا ديمتري. سيشاركون أيضا بعض من التحديثات من جانبهم، لأن كما قال جيرمي نحن الآن نأتي إلى يعتبر نهاية، يعني نهاية المرحلة السابقة، وسنبدأ مرحلة جديدة. ديما دعني أقول لك، أنا كنت متحمس للغاية حول الأنماط المختلفة للكوينز والتي كنا بها في السابق، ولكن لم أكن مثل هذا الحماس حتى يكون لدينا النودز والأتلا كوين. هذا نوع مختلف من الحماس، نوع مختلف من الروعة. ما تشاركوا معنا وما يحدث في مجال بلوكشين سبورت، يعني يا جماعة، يعني دعونا نقول أمر مذهل. حتى أننا في هذا المساء في اجتماعنا الذي سنحظى به مع ثلاثة من أكبر الشخصيات المؤثرة الذين سيحضرون هذه الفعالية مساء اليوم، ستطفي لمحة مختلفة وحماس ومتعة مختلفة في هذا المجال. إذن ديما يعني سعداء بوجودك معنا، وافتقدناك. تفضل. شكرا جزيلا جيرمي، شكرا إليا، شكرا إدوارد، مرحبا بكم جميعا. يسعدني دائما أن أكون معكم ودائما أن أستمع إليكم ونلتقي بكم. نعم، في الحقيقة لم أتمكن من حضور الاجتماع معكم في باريس، لأنكم تعلمون لدينا عمل مهم هنا. أيضا لدينا فعالية بأوروبا، ودعني أقول حول ما يحدث في هذه الفعالية هنا. كما تعلمون أننا عندما بدأنا في بلوك تشين سبورت، عندما كنا بفتح أكاديمية كرة القدم، كان الهدف الرئيسي لدينا هو أن لاعبي كرة القدم لابد أن ينضموا إلى النوادي الكبيرة بأوروبا وبآسيا وبطبعا مناطق وأقاليم وقارات أخرى. ونحن كنا في حالة إلى نحتاج إلى طبعا يعني تحويل لهم من هنا لهناك، لأن هذا كان هدف أساسي. نحن قمنا بإنشاء الأكاديمية كرة القدم بغرض ماذا؟ بغرض الاحتراف. والعام الماضي كما تعلمون هناك عمل دؤوبة في البرازيل قمنا به، وقمنا باختيار عدد من لاعبي كرة القدم من بين آلاف، مئات الآلاف الذين تقدموا، ربعمائة لاعب قدم الآن في الأكاديمية لدينا، وبعض منهم كنا باختيارهم كأفضل لاعبين
من حوالي من 16 ولا ما بين 16 و 19 عام، وقمنا بتجهيز كل أوراق فلهم، وقمنا أيضا بإرفاق كل أوراقهم، والآن جميعهم لدينا هنا في أوروبا مع مدربيهم و مدربين فنيين. والنوادي طبعا النوادي قامت باختبارهم في الأسبوع الماضي، ودعني أقول أننا تمكنوا من فوز 3 مباريات، ولعبوا مع أكثر أشهر نوادي كرة القدم وفرق كرة القدم هنا بأوروبا. هذا يعني أن أكثر من 15 لاعب جاهز بالفعل في التجهيز لعقودهم للانضمام إلى نادي وفريق كرة القدم. هذا ما يعنيه أنه أولا طبعا هناك أرباح سنحظى بها من لاعبي كرة القدم في أغسطس، بالأخص في 3 أسابيع. في أغسطس ستكون هي البداية الأولى لتحويل بلوك تشين سبورت، والجميع الذين لديهم الفاوندر باك مع لاعبي كرة القدم مع الترانسفيرز أو الاحتراف سيحظوا أيضا بعوائد مالية. إذا نحن هنا فائزون في كل الأحوال. عندما قمنا ببدء المباراة الأولى في استوديو هنا ببيلاروس، وقال لي أحد اللعيبة ديما: أعلم أتعرف عليك فقط من 7 أشهر فحسب، وفي غضون هذه 7 أشهر أرى أنك في الحقيقة يعني أبليت أكثر من الكثير في البرازيل. الذين أنت أتيت إلينا ووعدت أنك ستكون متواجد ستقوم بإعداد 3 فرق كرة قدم وفعلت ذلك وتمكنت من ذلك، بل أنك أيضا قمت بفتح فرق الشافة وقمت باختيار أفضل اللاعبين وجهزتهم للانضمام للأكاديمية، وبعد فقط شهرين ذهبوا إلى استوديو بأوروبا يحوي حوالي 600,000 يعني من الجمهور. الأمر رائع. أيضا نوادي كرة قدم من هذه الدولة، لدينا 16 نادي كرة قدم، جميعهم لديهم أو جميعهم يطلبون أن يكون هناك لاعبين كرة قدم من أكاديميتنا، وهذا لفئة عمرية 17 عام. بعض النوادي تحتاج إلى فئة عمرية 16 عام أو 17 عام و18 عام، والجميع مهتم باللاعبين لأنهم قالوا أننا نود الإبقاء على هؤلاء اللاعبين، نود أن نضم هؤلاء اللاعبين إلى فرقنا. ونحن بالفعل لدينا 3 عقود فعلية مع نوادي كرة قدم مع محترفين كرة قدم الذين كانوا بالفعل في أكاديمياتنا بريو دي جانيرو، والذين قاموا بالفعل بتوقيع تعاقدات مع 3 دوريات ولد كرة قدم، وأيضا سيكون هناك انتقال اللاعبين ما بين فترة 25 أغسطس، وسنحظى على أرباح من هؤلاء اللاعبين. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن كل طريق إلى أوروبا بالفعل تم تمهيده، ونحن الآن في مرحلة النمو، والنمو مع التحويلات والانتقالات والاحترافات. إذا كنا سنقوم بفتح هذا المجال في فترة الصيف، سنقوم بنقل حوالي 10 ل 20 عملية تحويل، وفي الشتاء سيكون عدد من 50 إلى 100. لماذا؟ لأننا لدينا القدرات، لدينا إمكانيات، لدينا اللاعبين، لدينا النوادي التي يعني تطلب انضمام هؤلاء اللاعبين إلى فرقها، وأيضا الحكومة، حكومة بلدتي التي أعيش حيث أعيش، قاموا بإعطاء الموافقة على أن كل اللاعبين الذين سيأتوا إلى بلدنا وسيحظوا بالتدريب هنا جميعهم سيكون لديهم فيزا غير محدودة، والجميع سيقوم بتوقيع عقود مع نوادينا في لعب مباريات. طبعا سيكون لديهم فيزا، يعني أن هذا عندما تكون فقط بحصول على باسبور البرازيل هذا يتيح له المجال للانتقال لأي بلد في أوروبا والانضمام لأي نادي. هذه أخبار رائعة بالنسبة لنا.
أيضا بالنسبة للتسويق كان هناك أيضا اجتماع مع روماريو مع وزير الرياضة، وروماريو بدأ حتى أن يربط نواديه الذي هو يترأسها وهي نوادي أمريكية، قام بدم أنه قال أنني أود أن أضم نادي خاص بي إليكم. هذا يعني أنه طبعا سيكون هناك دعم لنا وسيكون هناك انضمام لعدد من النوادي الأخرى للبلوك تشين سبورت. هذا أيضا يعني أن قمنا بخلق عجلة أو أداة لخلق تحويل وتقنية. نحن بالفعل بدأنا بذلك وبدأنا بالفعل في جني الثمار والنتائج التي لدينا حتى الساعة. مبهرة يعني، نحن قلنا أن في ديسمبر في فترة الشتاء ما بين ديسمبر ويناير سيكون هناك عملية انتقالات، ولكن نحن تمكنا من تحقيق هذا قبل حتى الوصول إلى الشتاء. قمنا بعقد حوالي 10 انتقالات، 10 انتقالات حتى الآن، 10 احترافات حتى الآن. لم نحدد قيمة كل لاعب فحسب، ولكن سنتناقش عند الانتهاء من لعب المباريات. لديهم 4 مباريات في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من هذه المباريات في هذه البطولة. بعد ذلك سنرى النتائج ونتناقش مع كل النوادي التي تنقل في توقيع عقود مع لاعبين خاصين بنا، وحينها نتناقش في الأموال وتكلفة كل لاعب، لأن لا نود أن يعني نجني كثير من الجولة الأولى، أننا نود أن نثبت لهم ونري العالم من نحن ومن هم لاعبينا. دعني أقول أن مرحلة الانتقال في الصيف ربما لن تكون كبيرة، ولكن نحن نقوم بإعداد لمرحلة الشتاء التي سنقوم فيها بنقل والعديد من اللاعبين. سيكون هناك حوالي 16 نادي كرة قدم، سيكون لدينا أكثر من 100 لاعب، لأن هناك عدد كبير من الدول بدأ بالفعل التواصل معنا، ونقوم طبعا بتجهيز كل الأوراق والوثائق، وهناك طبعا تراخيص لدينا من الفيفا، ونقوم أيضا بتقنين أوضاع لاعبينا، ونحن الآن جاهزون على البدء في عملية النقل والاحتراف. أعتقد أننا سنكون جاهزون ربما في مرحلة الشتاء، هذا ما كنا نعتقده، لكن في الحقيقة نحن يعني فعلنا كل ما لدينا وتمكنا من تحقيق ذلك قبل الوصول حتى الشتاء. وهناك طبعا هذه أحد النتائج. النتائج الأخرى وهي أن عندما بدأنا بهذه المباريات في بلدنا، في بلدي شخص ما، لن أقول من هو، لا أستطيع أن أقول ذلك، أنا قمت بتوقيع اتفاقية عدم إفصاح عن هويتي، وقمت طبعا بالتأكيد على عدم مشاركة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هناك بعض من الأشخاص من كبار المسؤولين بمنطقة الشرق الأوسط أتوا إلينا لمشاهدة هذه المباراة. بالأمس كانوا داخل الاستاد يشاهدون مباريات، وبعد المباراة تناولنا العشاء سويا، وقالوا دعونا نبدأ في تجهيز الأوراق حتى نقوم بتوقيع العقود والنموذج الأخير للعقود أحد هذه الدول من منطقة الشرق الأوسط حتى يتم إدخال بلوك تشين سبورت داخل هذه الدول. نعم طبعا نتحدث هنا عن المملكة العربية السعودية. نحن تحدثنا بالفعل عن السابق أن المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ولكن تقول كلنا في 15 من أغسطس سنكون بالإي سبورت كم في الرياض، في المملكة العربية السعودية في الرياض، ودعونا كلنا الجميع ينتظرنا هناك، لأن بلوك تشين سبورت إكس آر تكون بتقديمها هي بالفعل قيد التشغيل، وقمنا باختبارها، ونحن جاهزون لإطلاق هذا المشروع في المملكة العربية السعودية في الرياض من 16 أغسطس وحتى 23 أغسطس. وهذا هو في نهاية بطولة الإي سبورت تشامبيونشيب. حسنا، لا يمكنني أن أستفيد في الكثير من التفاصيل، يعني أود أن أقول، ولكن كما تعلمون أنا قمت بتوقيع اتفاقية عدم إفصاح، لذلك علي أن لا أستمر في مثل التفاصيل. دعوني فقط أقول أن خطط الفريق الخاص بي فيما يتعلق بالإعداد لمرحلة
الربيع عندما قمنا بإطلاق البلوك تشين سبورت في 21 من فبراير، كل ما وعدنا به قمنا به بالفعل، بل وأكثر من ذلك. في حقيقة نعم، أنت قدمت أكثر مما قمت بتخطيطه. نحن قمنا بالفعل بتنفيذ خطتنا، ولكن تخطينا هذه الخطة وحققنا كثير من المشروعات الأخرى ومن الخطوات الأخرى التي لم نتوقعها. هناك نتائج رائعة حول أتلانتا، لدينا أيضا نتائج رائعة عن لاعبي كرة القدم، عن المدربين، عن أجهزة التسجيل. أنا يعني متحمس للغاية في الحقيقة. أنا الآن في عربتي، وكما ترون لأنني أعمل في الحقيقة. أنا أتيت هنا إلى الاستاد، وبعد 15 دقيقة من الآن سيكون هناك مباراة. دعوني أقول أنني أشهد وأحضر كل المباريات وأكون مع لاعبين كما كأنني والدهم، كما كأنني أخ كبير لهم. يعني دائما أشعر بهم وأكون يعني قلق حيال كل خطوة تحدث في هذا المجال. لذلك أنا يعني لا تغمض لي عين، ولا يعني أشعر بالراحة أبدا إلا وأنني معهم. نحن نكبر سويا، ويسعدني أن أرى نتائج تعبنا وجني ثمار جهدنا. الأمر ليس فقط خاص بلاعبي كرة القدم فحسب، بل أيضا الأمر خاص بالشعور، شعور مختلف. لأن عندما تشعر أن جميع اللاعبين، كل هؤلاء اللاعبين يشعرون أنهم مختلفون ورائعون، و يعني العام الماضي لم يكن أحد منهم يتخيل ما وصلوا إليه الآن. لكن اليوم نحن بالفعل لدينا يلعبون في استاد في أوروبا، في أحد البلاد الأوروبية، وهناك عدد كبير من فرق الكشافة وعدد كبير من الجمهور يأتي لحضور هذه المباريات من البرازيل، والجميع يعني يؤكد على جودة لعبهم. وهذه النتائج كما نقول، هذا هي ثمار، هذه ثمار جهدنا وتعبنا. لأن الآن انتهينا من عملية التطوير وبدأنا في عملية النمو لأربعنا. أولا لدينا 400 لاعب، خطوة خطوة، واحدة واحدة سنصل إلى عدد كبير من الدول الأخرى في أوروبا وفي آسيا، وحتى نوضح لهم ونريهم ما لدينا، وبعد ذلك نقوم بالتوقيع عدد لا نهائي من العقود. أنا أشهد ما يحدث، ودعوني أقول أن هؤلاء اللاعبين الذين كانوا فقط عام الماضي ليس لديهم أي شيء، والآن هم لديهم كل شيء، وكأنهم يمسكون بين يعني سواعدهم زمام الأمور، وكأنهم الآن بالفعل في يعني قلب ساحة كرة القدم. جيرمي، لماذا لا توضح لديما، لماذا لا ترينا الاستوديو من الاستاد؟ معذرة، أنت تقول أن هذا بالفعل بدأ منذ يومين. نعم، دعني أقول في الغد، في الغد سننتهي من تجهيز الفيديوهات الخاصة بالتقاط الفيديوهات أثناء الألعاب، وسنقوم طبعا بمشاركتها على البلوك تشين سبورت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومع طبعا مع مجتمع ليميتلس، وسترى كل شيء. I saw and I, دعني أقول أنني أتيت I'm هنا واندهشت مما رأيت. رأيت مباراة احترافية. دعني أقول أنني شخصيا لست لاعب كرة قدم محترف، ولكنهم لعبوا وكأنهم لاعبون محترفون، مثل كما وكأننا نشهد دوري ألعاب أوروبا. عندما يكون بركلة الكرة، عندما يقوم بإحراز هدف، عندما يكون هناك حتى بعض الجروح في ملعب كرة القدم، كما وكأنها حرب، كما وكأنك تشهد مباريات في بطولات عالمية. وحتى أنهم وعدوني وقالوا لي: ديما، نحن وعدناك أننا سنقدم كل ما لدينا وسنقدم أفضل ما لدينا، ونحن أبلينا بلاء حسنا. حسنا، دعوني الآن أشارك معكم طبعا قناة الأخبار، قناة بث الأخبار. بالمناسبة هذه بالفعل باللغة الروسية ببيلاروس، وسترى بعض من الأمور الشيقة. فقد أمهلوني بعد دقائق حتى أشارك معكم هذه القناة. You find it. Okay. وجدتها.
All right, it's not letting me go full screen, but here it is. Okay, nope. All right, I'm gonna play it. Here we go. حسنا دعوني أشغل هذا الفيديو. Настоящий карнавал футбола в Минске. Национальный олимпийский стадион «Динамо» сегодня погрузился в هنا праздник игры номер один تظهر كلينيكا с الأخبار бразильцами على قناة بث كومباني تيربول الأخبار تيم الخاصة سبورتس بنا. في طبعا اكسلنس هي بينك باللغة بيزايد ماتش الروسية لأنها تبث في التوفيق بيلاروسيا. وصلت наша белорусская команда Юни Икс Лабс и юношеская сборная бразильских футбольных академий блокчейн спортс футбол. Изюминкой же карнавала стала фотосессия с легендами этого вида спорта Ромарио, Эдмилсоном и Кевином Кураньи. Суперзвезды футбола, чемпионы мира Ромарио и Эд Милсон, серебряный призер Евро Кевин Курани в Минске. Приезд таких легенд уже уникальный момент, а тут еще и совместная фотография, автограф-сессия и футбольный мяч в подарок. Спасибо команде блокчейн за такие эмоции. Увидеть таких звезд, это того стоит. Еще и мяч получить. Разумеется, такое событие вызвало огромный интерес. 15 640 зрителей пришли на «Динамо» сегодня. А организован футбольный карнавал в Минске был при поддержке белорусской IT-компании X Labs Inc., которые представили технологические решения. Силами наших... هذا مدعم من جانب بعض من الشركات التي تقدم حلول تقنية. إذا كل الشكر لكل من ساعدونا ببيلاروسيا. نحن لدينا منصة رقمية والتي تجمع ما بين الرياضة الحقيقية الواقعية وتكنولوجيات الرياضة، وهذا ما ساعدنا أن نقدم نمط رقمي لكرة القدم تحديدا، وهذا يساعد في مشاركة العديد من المعلومات في التو اللحظة حول المباريات، ونتمكن من نقلها عبر المنصة فور وقوعها في مجال كرة القدم. وأيضا قمنا بتقديم ديجيتال اي دي باسبورت أو تأشيرات رقمية لأي لاعب كرة قدم، لذلك فرق الاي تي بيلاروسيا متمكنون، وأنا واثق أنهم سيقدموا العديد من الأفكار الرائعة لتطوير مجال الرياضة لا سيما كرة القدم. إذا هذا الفريق الذي يلهم صغار الشباب الذين يعملون على مدار الساعة ويقدموا كل ما لديهم. دعوني أقول عن أهمية ذلك بالنسبة لي أن أكون جزء من هذا، وطبعا كل الشكر لدمتري ولفريقه على خلق فرص للأطفال. في الحقيقة قدم الكثير لصغار الشباب. دعوني أقول أن بلوك تشين سبورت ببلدتي لها دور أساسي، واستخدام السوفت وير الذي مشاركته مع الفيديوهات والكاميرات، هذا هو المستقبل الخاص بالرياضة عالميا. البرازيل كانت الأولى، تلتها بيلاروسيا وستتليها عدد كبير من الدول، حتى يتم أيضا تحديث وتحسين الجودة لمجال كرة القدم. نرى هنا من بيلاروسيا زي أتمكن عقد مباريات، والتي كانت في الحقيقة ملهمة للاعبي كرة القدم. وهنا نرى أن هناك نتائج غير مسبوقة في هذا المجال. رائع رائع، يسعدني دائما أن أرى هذا الفيديو. دعوني أقول أنني لا يمكنني أن أتخيل عندما أنظر في وجوه هؤلاء الصغار اللاعبين البرازيليين عندما يعملون ويلعبون في الملعب ويروا هذا الحشد من الجمهور. هذا يعني أننا نحقق الأحلام. لما الأمر يعني رائع في الحقيقة، لأنها هي فقط البداية بداية، ولكن دعني أهنئك وأهنئ فريقك برمته الذين يعملون معك على مدار الساعة لا تألون جهدا. تهانينا لكم من كل أعضاء فريقنا بليمتلس الذين يدعمونكم بكل ما لديهم. هذا أمر عظيم. ماذا لدينا 3 أسابيع متبقية. هذه القصة، قصة بلوك تشين سبورت لأتلتا بلوك تشين وللأتلا كوين، ستستمر وسيدوي صداها بكل العالم عندما يتم إطلاق الإعلام بسبتمبر، عندما يكون هناك
طبعا كل الشخصيات المؤثرة وأساطير كرة القدم عندما يأتي الجميع ويتحدث عن هذا المشروع وإطلاقه في سبتمبر المقبل، الأمر سيكون غير معقول وستكون هي أبهى الأوقات وأسهل الأوقات لدينا. في الحقيقة أشعر أنني فخور للغاية يا ديما بكل ما قدمتموه أنت وفريقك. أعلم أن كل ما كنتم به في الحقيقة أمر عظيم. دعونا كنا يوميا في الحقيقة تذهلوننا بما تقدموه. إذا تهانينا الحارة. شكرا جميعا. شكرا لكم جميعا. لأن كل دعم كل منكم في الحقيقة تساعدوننا. كنا لن نتمكن من تحقيق ذلك دون مساعدتكم. أنتم أساس في تحقيق هذه المعادلة. نعم، كما تعلم عندما قمنا بتشغيل هذا الفيديو وقمنا جميعنا بفتح هذا الفيديو ما عدا أنت ديما، كنت أنظر عليك وعلى تعبير وجهك. كنت تبدو أنك متوهج بالفخر حيال هؤلاء اللاعبين وكأنك أب لهم وكأنك أخ كبير لهم. أنا شعرت بذلك وظهر على مشاعرك التي يعني وضحت على وجهك. الأمر شيق جدا في الحقيقة، وكما قلت في البداية هذا فقط الأساس، هذا هو الأساس. نحن بدأنا بالحديث عن أمور يعني مرئية فقط، لم نفكر عن أمور واقعية، ولكن كنا نفكر فقط عن الانتقال لانضمام لنوادي كرة القدم. وكنت أيضا يعني أتخيل أن هذا سيحدث في الشتاء كما قلت، ولكن تمكنت من تحقيق ذلك في فترة الصيف. إذن هذا مصداقية، هذا مصداقية عالية. الجميع الآن سيرى بدلا من أنه فقط 15 لاعب سيكونك 100 لاعب وربما أكثر من ذلك، كل من سيتم تحويلهم انتقالهم إلى اللعب في نوادي المحترفة. هذا أمر عظيم. وكيف سأثرك على أتلتا؟ كيف سأثر ذلك على مدى المصداقية التي سنحظى بها بعملات الأتلتا؟ نعم إدوارد، من رأيي من وجهة نظري يا ديمي أن هذا أيضا يعني نقطة هامة جدا للاعبين جميعهم، سيحظوا بجوازات السفر. وكما قلت أيضا أن هناك بعض النوادي الأخرى سيشهدوا ذلك، وكأنها مؤسسة فكل الشباك تتأثر. لذلك هذا سيفتح المجال لعدد كبير من اللاعبين، وطبعا رقمنة اللاعبين سنرى أن هناك مئات الآلاف من اللاعبين الذين ينضموا إلى المنصة. لذلك من الأهمية بمكان أن نبدأ البدء دائما ما يكون صعب، ولكن الأصعب في أي تعامل حتى يكون هو خطوة البدء. ولكن عند البدء لا يكون هناك شيء يوقفك، ولكن فقط تستمر في النمو من شهر إلى شهر. نعم، دعني أقول أن أحد نوادي كرة القدم في دولتي قاموا بتقديم كل البنى التحتية لنا، وقاموا بتقديم 5 ساحات للعب بأكاديميات وبمدارس ووزارة الوزير الرياضة أتاح لنا أن نستخدم هذه الملاعب، وسيتم تجهيز وثائق محددة وسنقوم بتجهيزها مع رماريو، لأن رماريو هو وزير الرياضة في البرازيل. إذن هذا سيتيح لنا فرصة أن نحظى بحوالي دعوة من 100 ل 200 لاعب كرة قدم ندعوهم إلى هنا حتى يأتوا إلى بلدنا وحتى يتم تدريبهم داخل بلدنا. سنوفر لهم التدريب وسنعطيهم فرصة، وهذا أيضا يعطينا نحن فرص حتى نتيح المجال لعدد كبير من اللاعبين حتى نجهزهم للعب. وكل من هؤلاء اللاعبون الذين سيأتوا إلينا والذين سيتم تدريبهم هنا سيكون لديهم طبعا فرص عظيمة حتى يكتشفوا أنفسهم، لأن سيكون هناك عدد كبير من المدربين من أوروبا سيأتوا إلى هنا. هي فقط 500 أو 1000 أو 2000 كيلومتر، فقط ساعة واحدة بالطائرة تصل إلى هنا من أوروبا، وهذا يعطينا فرصة أو يعطينا يعني مستوى آخر ومختلف في الفرص.
Guys, نعم رائع. sorry, after 5 minutes, معذرة فقط بعد I need خمس to go دقائق because لابد أن أكون داخل I should الاستاد، launch لذلك يعني some work اعذروني علي أن for أغادر لأنني your سأقوم mentor to بإعطاء arrive. كلمة Thank you very much, افتتاحية actually. Thank مع you for your الفريق interest in this. قبل بدء And المباراة، وشكرا جزيلا على I will اهتمامكم explain وعلى more about حسن استماعكم. working sports. أعتقد أن ديمتري سيتحدث كثيرا عن بلوكتشين I explain سبورت، about my part about football. وأنا فقط I will تحدثت عن جزء خاص leave for بي a الخاص few بكرة weeks. القدم. Thank you for your attention. Thank شكرا you, جزيلا على حسن guys, الاستماع، community. شكرا You are لكم the best. على دعمكم، We أنتم need it أفضل all. Thanks for joining me. يعني Have a beautiful أصدقاء day. وداعمون، نشكركم شكرا So جزيلا. yeah, let's go. Let's transition نعم over to Dimitri دعونا because one نعطي of the الجلسة الآن talking لديمتري points that there was حتى among يشارك معنا the private groups that were that flew in yesterday that were المجتمعات at the event that are ready to do some التي أعلن very, بها very big deals with blockchain sports and really help take this المجتمعات thing to التي the next لابد level أن because of ستأخذنا the لمستوى آخر. XR لماذا؟ technology لأن that Dimitri and تكنولوجيا his team have been XR working الذي on. قدمها ديمتري I know وفريقه، there's some big news. You guys are going to be at the هناك eSports أحداث event coming هامة up جديدة in كنا August معنا as بـ well. إيسبورت، And a فعالية lot of the إيسبورت teams right سيكون now في on أغسطس القادم. mobility هناك and انتباه كبير XR and على mobility and XR. موتور So سبورت إكس Dimitri, آر I want to see you وديمتري. tonight at the أعلم أننا eSports event سنلقاك here هذا as well المساء في in front of هذه Dimitri and Yoko. الفعالية، سنلقاك But yeah, we'll throw شخصا it over to وجها you. لوجه، Give us ولكن some دعنا نعطيك updates الكلمة on الآن حتى things تعطينا بعض going on. التحديثات I حول just ما saw the يحدث من جانبك financials side of هي things. مرحلة Yes, التطوير. thank you. Thank you, guys. نعم Just شكرا a little شكرا bit to جزيلا. Dima's دعوني words. فقط أعلق Dima على ما doesn't know about قاله this, but ديما. I was حقيقة ديما referred لا out يعرف عن by ذلك، a ولكن Celtic club which is from Scotland, from هناك UK. فريق من اسكتلندا Asked him من questions. How المملكة can المتحدة، they سألوني have كيف يمكن outflows لهم going to أن them? So I يحصلوا don't على make any لاعبين حتى assumptions, يذهب but لاعبين please إليكم. إذا state some of the concerns you have, سأشارك but ذلك مع ديما، there's more news ولكنه to come لم this year. يعرف People are ذلك بعد. excited. هناك People are أخبار، enthused about what we can الجميع do يشاهد، with الجميع يتابع، الجميع Dreamforce متحمس، الجميع and يتحدث. Dreamland أن and تحصل على Frasers بالمناسبة عن يعني and نوادي some very كبيرة، هناك exciting نقطة جذب going back كبيرة، to وأنا سعيد جدا بذلك. SaaS technology that فيما يتعلق Dimitri wants بتكنولوجيا to إكس present آر at التي نود أن eSports World Cup نقدمها بـ إي very سبورت وورلد soon كاب good conversations with بفعالية Dima القادمة. في last الحقيقة week we went عقدنا عدد كبير spent من three المناقشات days مع in ديما، Riyadh وذهبنا إلى المكتبة السعودية and we للرياض، spoke to the وتحدثنا father that owns the title, the مع eSports, مالك the active eSports. So الإي they're the سبورت organizers الفعالية، for World Cup. المنظمون We met with للفعالية. them and they تحدثنا مع were overwhelmed. المؤسسون They said, "This is وكانوا what this is what we need. مذهلون وقالوا هذا ما And نحتاجه، please, هذا ما please نريده، come ورجاء over to Saudi and do not launch it anywhere else." But لا that تقوموا was good. بإطلاقها في أي مكان، Give it قالوا لنا shots. ذلك، لا And so I'm لا very تطلقوا excited هذا about المكان في أي what مكان، هذا مشروع أي Dimitri مكان، Trump فقط is nice now اطلقوها هنا putting في السعودية. all the لذلك leadership أنا سعيد teams جدا أنني and يعني حضرت planning هذا this الاجتماع، out. وأنا And we نعمل should سويا meet في the main كيفية house of the great النزهة، ويتم دمج هذا Arab المشروع Council system وإطلاقه and sports بالسعودية فيما يتعلق structure. And also they are excited about the actual in Riyadh بحماسهم World أيضا Cup as well. So we وتحمسهم were talking about بي Brazilian academies to يعني start كنا working نتحدث عن with طبعا in الأكاديمية Saudi البرازيلية Arabia لتبدأ في asking some التعاون people مع المملكة nearby. السعودية. So there's a lot of conversations going لذلك around هناك العديد من المناقشات ومفاوضات and تحدث حول they are هذا الأمر، super excited. I mean, I think والجميع Dimitri متحمس they said للغاية. across أستطيع Dima أن was أقول presenting and now أنهم he طبعا is ديما كان يعني an يشرح، energy وتعلمون drink. طبعا I think I've ديما said it about شيق 20 في شرحه، times أعتقد and أنهم his قالوا pitch أكثر to من them 20 مرة. from them that yes, قالوا له already working. What else do نعم you want to fix نعم it? Like, let's start working. Why do you نحن need نود أن نبدأ. fixing نعم it? نحن We نحتاج understand. البدء. We نعم understand. نحن نفهم كل ذلك، Make نحن some نفهم كل adjustments. ذلك. كيف We want علينا أن to نبدأ؟ نحن achieve. نعلم Even if قيمة ما the numbers تقدمه، there, we نود أن can نحصل على ذلك. continuously كيف يمكن أن grow نبدأ وما إلى and ذلك؟ learn على مدار الساعتين conversation الذي كان from يقوم us ديما فيها about this بشرح whole journey المشروع that we have on حول التكنولوجيا التي blockchain. لدينا في البلوكتشين They said سبورت، yes to literally everything. كان يقول They said نعم نعم as نعم fast نحن as نعلم possible. ما تقدمون، نحن So ممتنون، نود أن tonight نبدأ. it's getting really excited. إذا الأمر I have a question. So during رائع. this ديما sponsor لدي event in سؤال، Saudi, إذا will في you be able to فعالية المملكة present العربية a السعودية هل prototype سنقوم بتقديم بروتوتايب motorbike, right? Basically, like simulator. Or the كمحاكاة، what is the plan? كنموذج محاكاة؟ So ما for the الخطة motorbike, لديكم؟ when we started بالنسبة this للموتور initially, بايك was أو it العجلات too late البخارية، to عندما بدأنا في launch it? الحديث معهم Because it's وكنا not بالفعل when it's something تأخرنا unusual that they haven't seen, لأنها it غير takes أن longer. تكون أن يكون For هناك شيء approvals, لم you don't have the customer يشهدوه من presence قبل، أمر first, يأخذ منك then they طبعا don't exist because وقت of our new أطول. tools that we've invented.
لأنه جديد بالنسبة لهم. لذلك سنقوم باستخدام دراجة بخارية، وسنقوم أيضا بتقديم البزات المجهزة للعب كرة القدم. وسيكون هناك فريقان سيلعبان كل منهم في ملعب مختلف، وحينها سنشهد كيف يمكن لهم أن يستخدموا أو يقوموا بلعب مباراة عن بعد. وعلاوة على ذلك، في الوقت الحالي نحن نعمل أيضا على أن يكون هناك جهات حكومية حتى تقوم بتحقيق ما نقدم، لو تقوم بتحقيق في المعاملات. لذلك سنحاول بعقد مؤتمر هناك حتى يتحدثون عنا، حتى يتحدثون هم عنا، وهذا سيدعمنا أكثر ويدعم ما نقدمه أكثر. رائع، عظيم، شكرا جزيلا ديمتري على مشاركة ذلك، نقطة مهمة جدا. الآن دعونا نلقاك إذا ديمتري في المساء، إذا بعد بضع دقائق من الآن نلقاك وجها لوجه. إذا كما تعلمون طبعا الموتور توك إكس آر باك سيكون معنا اليوم، تحدث معنا اليوم عن هذا. دعونا كنا أعلن هذا الأسبوع أو منذ أسبوعين أعلن عن باكجات النود، ودعونا نقول أن النود فاوندر باك حرفيا هي حصرية لمن لديهم أتتا نود. إذا أندريا معنا اليوم أيضا، وعندنا كل مشروع قوي للغاية، كل ما يحدث في هذا المشروع فيما يحدث في عالم الرياضة في الواقع، وعلى هذه المنصة يعتمد على أتلتا بلوك تشين. والأتلا كوين هي الرموز أو التوكن الأساسية التي تقوم بخلق هذا النمو وهذا الثراء الذي يحدث في العالم في هذا المجال، وهذا سيكون دعمه كبير وضخم من أتلتا كوين. إذن كل ما سنقدمه من الآن سيعطي ميزة إضافية، وكل خطوة ستكون بقوة أكثر سلندر عن المشروع الآخر. نعم، أنا هنا معكم، وكنت فقط منتظر، أنا منتظر فرصتي حتى أشارك معكم معلومات لدي. نعم، سنلقاك بعد ساعتين. مرحبا بك بباريس أندريا. نعم، أنا سعيد أن أكون هنا وسعيد أن أكون معكم بالفعالية، وسعيد أن ألقاكم. نعم، كما قلت، نعم الوقت مهم للغاية نلتقي. نعم، إذا شارك معنا بعد التحصيل حول ما يحدث بأتلتا بلوك تشين وورد، ما يحدث إذا في عالم أتلتا بلوك تشين. دعني أقول ماذا كان الصوت يتقطع. إذن دعونا نتحدث عن بعض الأرقام، دعوني أشرح لكم بعض الأرقام. لدينا آلاف من المحافظ، حوالي 280,000 في الحقيقة، هناك 280,000 محفظة نشطة، وحوالي 5.6 مليون معاملة بالفعل. The amount of partners we grew, I'm not sure how many I بالنسبة للشركاء في الحقيقة لست أدري كم واحد تحدثت عنه، ولكن الآن لدينا إجمالي حوالي 111 شريك. أعتقد في الأسبوع الماضي تحدثنا عن ربما 4 أو 6 شركاء جدد، ولكن إجمالاً الآن أعتقد سيكون لدينا حوالي من 200 ل 250 شريك بحلول سبتمبر. بمناسبة عندما نقول partner أو شريك، نعم طبعاً شركاء التكنولوجيا تحديداً. إذن أتلتا أصبحت هي أساس في كل منتج أساسي في هذا المجال. هذا فيما يتعلق طبعا بالأرقام. أما فيما يتعلق في السوشيال ميديا، لدينا لا أعلم كم مليون متابع، وطبعا هناك يعني طبعا ويب سايت جديد، وعليكم أن تذهبوا إلى زيارة الموقع الرئيسي الجديد وأعطونا أرائكم. إذا ما هو الموقع الجديد؟ atleta.network، هذا هو الموقع الجديد. نعم،
إذا Athleta Dot Network. دعونا جميعا نذهب إلى هذا الموقع ونقوم بدعمه ومشاركته ومتابعته وإعطائه حقه. نعم، أيضا في نفس الوقت نحن نقترب من إطلاق المشروع، إذا لدينا برامج حتى نتأكد من أن هناك نشر للمشروع. نحن بدأنا بالفعل بالعمل على DNS وبدأنا في الانتهاء من عدد من التبادلات، ونحن الآن أيضا في منتصف الانتهاء. Love it, man. All right, we got some great things, happening. And إذن هناك عدة أمور شيقة. حسنا، الآن دعونا نشارك معكم بعض التحديثات. I'm not going full screen here, but let's see. Maybe when I click on this, it'll work. Okay, there we go. حسنا، so just a reminder to the community, guys. حتى نذكركم جميعا. Andre, we've gotten a lot of excitement. Andre, لدينا. Hopefully, everybody understands. يعني أخبار شيقة. أتمنى أن الجميع يفهم حجم الفرص التي لدينا هنا. أن تكون أنت الأول في العالم، حتى تكون أنتم فقط في العالم الذي لديكم الفاوندرز نود بالأتليتا بلوكتشين. هذه هي النود البرومو باك، هذه هي البرومو باك ستستمر حتى الأول من أغسطس القادم. إذا ما هذه الباكج تحصلون على مضاعفة النودز في كل من هذه الباكج كما حصلتم عليها بالفاوندرز باك. وهذه باكجات أيضا ستكون بالسعر الأساسي الذي أعلن عنه في فبراير الماضي. إذن كما تعلمون أن هناك طبعا زيادة 10% في الأسعار، ولكن مع هذا النود باكج السعر يعني سيكون كما هو، ستحصلوا على ضعف النودز التي تحصلون عليها، وهذا يعني أنكم تحصلون على ضعف الأتلا كوينز. ولكن طبعا بمناسبة هذه الحزمة لا تضمن نود باك في مشاريع العالم الحقيقي ولا تضمن مجمع الخصومات، لكن تم تصميم هذه الحزمة لقيام بشيء واحد، وهو زيادة قيمة عملة أتلتا بلوك تشين وأتلتا. إذا كنت تود أن تحصل على أكبر قيمة وأكبر حجم رقمي لهذه الحزمة أو لهذه الباكج، عليك أن تحصل على النوز وتقوم بتحقيقها وسكها على بلوك تشين. هذه فرصة ضخمة، ويمكنكم أن تروا طبعاً اختلاف الأسعار ما بين الحزم المختلفة وعدد النوز التي تحصلون عليها وعدد سك الكوينات بكل من هذه الحزم المختلفة. وطبعاً مكافأة التحقيق التي ستستمر على مدار الرحلة حتى يتم الإطلاق لبلوك تشين هي فرصة ضخمة لكم جميعاً، عليكم أن تستفيدوا منها وألا تفوتوها. مع باقة النود. إذا ماذا لدينا بعد أيام متبقية وصول إلى الأول من أغسطس، ذلك نوصيكم جميعا على أن تستفيدوا من هذه الحزمة الترويجية الهامة. أيضا دعونا نذكركم جميعا عن الأتلا كوينز، مجموعة عملات الأتلا الإضافية، وهي أكبر مكافأة لدينا، فرصة كبيرة جدا لأي شخص يصل إلى مرحلة الشامبيون أو القادة. يتم منح إجمالي 200 مليون عملة أتلا للقادة، للأتلا يتم منحها لهؤلاء القادة، ومئة مليون تذهب إلى الأساطير، ومئة مليون أتلا أخرى تذهب إلى الأبطال. وأيضا يمنحك هذا العدد الترويجي الجديد حصصا مضاعفة لكل مستوى جديد من مستويات البطل التي تصل إليها بحلول 16 من أغسطس القادم. إذا يعني يا جماعة، أيا كان المستوى التي أنت به في الوقت الحالي في الليجندز أو في الشامبيونز، لابد أن تقوموا ببذل كل ما لديكم حتى تصلوا إلى المستوى المتقدم. وعندما تصل إلى المستوى المتقدم، سواء كنت من البطل أو من الأساطير، تحصل فيها على حصص إضافية مضاعفة لكل مستوى جديد من مستويات البطل تسأله بحصول 16 من أغسطس، بالإضافة إلى حصة أسطورية إضافية مقابل كل مليون تحققه. إذن عليك أن تلتهم الحجم
المتوفر. إذن هذا الوقت لدينا حتى نتأكد أننا نبذل كل ما لدينا أن نحصل على أكبر قدر من الحصص بقدر المستطاع. إذن كل مستوى جديد ستقوم بفتحه ما بين الآن وحتى 19 من أغسطس القادم، وكل 1 مليون تحققه كأحد الأساطير تحصل عليه مضاعفة للحصص. أيضا سيتم نقل جميع الأجيال، كلما تصل إلى مستوى جديد في حقك أنت تفتح جيل جديد في خطة المكافأة. إذا سيتم نقل جميع الأجيال التي تم إلغاء قفلها أو فتح قفلها إلى إطلاق المشروع التالي، وذلك لمدة 90 يوما من بداية المشروع. من فور إطلاق المشروع الأول سيكون في 17 أغسطس بفعالية لاس فيغاس. نتمنى أن نلقاكم جميعا طبعا بهذه الفعالية، ستكون يعني فعالية خاصة جدا، سنعلم من خلالها عن مشروعنا القادم. إذا كل جيل تفتحه في هذا المشروع ستنتقل إلى المشروع القادم مع هذه الأجيال التي قمت بفتحها لمدة 90 يوم. وبعد 90 يوم المشروع الجديد سيكون لديه متطلبات إضافية حتى تقوم بالاحتفاظ بالأجيال التي تم فتحها، ولكن ستقوم بالاحتفاظ بها في فترة إطلاق هذا المشروع في 90 اليوم الأولى، وهذا أيضا فائدة عظمى. أما هؤلاء الذين هم مؤهلون للحصول على 5 مليون ما بين 22 يونيو وأغسطس و16 من أغسطس، إذا قمت بتوليد 5 مليون تأهل مع 5 مليون في حجم جديد فترة من 22 يونيو حتى 16 من أغسطس، ستحصل على حصة في مجموعة مكافآت الأسهم للمشروع التالي لمدة 190 يوما دون أدنى شك. طبعا هذا سيكون هو الأكبر على الإطلاق للبونس بول التي حظينا بها الإطلاق. إذن كل من هم في أعلى مراحل القادة، هذه نقطة مهمة جدا لك أن تبع عليها ما بين الآن وحتى 16 من أغسطس المقبل حتى تكون مؤهل لكل هذه الإضافات ونقاط إضافية. أما يتعلق في باقة رايزن ستار، نحن في مرحلة الأخيرة من 20 يوليو حتى 31 يوليو سيمكنكم أن تحصلوا على 5 مقابل كل 5000 من حجم الإحالة الشخصية، تحصل على 2 عقلتين أو تحصلون على يعني عملتين لسك العملة مجانتين. إذن هذه نقطة مهمة جدا، الجميع يستطيع أن يصل إلى هذه النقطة، وهذه طريقة تمكنك من سك العملة والحصول على عدد كبير من النقاط بالأتلا كوينز، ليس فقط من النود أو من العقل التي كنت تشتريها، ولكن أيضا من العمل الذي تقوم به ومن أداء الذي تقوم به. إذن كل مقابل كل 5000 في حجم الحياة الشخصية من 20 من من 20 يوليو وحتى 31 ستحصل على 2 من النودز المسكوكة مجانا. إذن ستحصل على مكافآت، يعني هذه النود المجانية لا تتضمن مكافآت التحقق، وتطبق قاعدة 50% على كل من يكون مؤهل للـ5000. إذا من 20 يوليو من الساعة 2 ظهرا بالتوقيت العالمي حتى 31 يوليو 2 ظهرا بالتوقيت العالمي، ستربح ما يصل إلى 5 أسهم من الريزن ستارز. أما بالنسبة طبعا لفترات الموتور سبورت إكس آر، الموعد النهائي لهذه الباكج تم تمديد سعرها حتى 1 أغسطس. كما استمعتم ميت يتحدث عن تطوير هذا المشروع تقريبا قيد الانتهاء، ودعونا نقول أن المود سبورت XR باك تعطيك وصول مباشر للريالتيز، تمنحك يعني فورا الوصول إلى الريالتيز خلال 2 مقبلين وبعد تنفيذ اتفاقيات الشراكة الخاصة وتمويلها. إذن هذه فرصة أخرى للمشاركة واستخدام التكنولوجيا الخاصة بالمود سبورت XR. هناك طلب كبير في السوق من مجموعات مختلفة وعدة، الجميع مهتم حتى يكون جزء وحتى يتشارك مع هذه التكنولوجيا الخاصة، وأنتم لديكم فرصة أيضا تكونوا ضمن ذلك. طبعا مع أي باقة، مع باقة الموتور XR يمكنك أن تحصل على المكافآت الرقمية أيضا. إذن هذه باقة هامة جدا لكل من يود أن يتشارك في هذا المكون الأساسي للمشروع. طبعا نتمنى أن نلقاكم جميعا يا جماعة بلاس فيغاس بفعاليتنا التي ستقع
انطلقت في 17 من أغسطس سنحظى بعديد بعدد كبير من الأخبار وسيكون هذا هو أهم وأكبر فعالية نحظى بها الآن. يمكنكم أن تذهبوا إلى limitless2024.com وتقوموا بحجز مقاعدكم حتى تنضموا إلينا وحتى نلقاكم في هذه الفعالية وحتى تحجزوا مقاعدكم. نتمنى أن نلقاكم جميعا مع فرقكم تنضموا إلينا في هذه الفعالية في لاس فيغاس حتى نشهد الفعالية العالمية القادمة. إذا إدوارد إيليا الجلسة اليوم رائعة، عدد كبير من الأمور تحدث على مدار الساعة في هذا المجال. نتمنى أن نحتفي بلس فقط نحتفي بل حتى يعني أن نقول أن في الأسابيع القليلة المقبلة لابد أن تكون هي الأهم من العمل الدؤوب حتى نتأكد من إحداث إثارة وثورة عالمية. ربما الجميع قد يقول لماذا تحدثني عن هذا المشروع بينما الجميع في العالم كان سيعلم عن الأتلا كوين والأتلا بلوك تشين، ونحن لابد أن نكون لدينا فرص حصرية أن نكون نحن الأولون في العالم. إذن معلومات رائعة حظينا بها اليوم. The best thing what people can do, that it's for anybody can do right now, is earn free notes. أعتقد أن أفضل ما علينا أن نقوم به جميعاً أن نحظى على الفري نودز، النودز المجانية. دعونا نذكركم بالنودز وعدد الكوينز. أنت ستحصل تقريباً على 2 مجانين من أتلتا كوينز، هذا يعني أنك تحصل على حوالي 2000 من العملات. يعني لا أستطيع أن أتخيل حجم النتائج والأرقام، ولكنها عملية بسيطة. في أنت كل ما تصل إلى 5000 تحصل على 2 من النودز الإضافية. نعم، أمر جلل. إذن جيرمي كل يوم أقول ذلك، يعني عندما أنظر في موقع الإلكتروني لليميتلس وأرى عدد أيام بقية، ماذا لدينا 21 يوم و 23 ساعة. نشعر وكأننا نقترب من ساعة العمل أو ساعة الحظ والتي قمنا جميعنا بخلقها منذ ما كنا في فبراير. أننا يسبقنا أو لدينا 6 أشهر حتى نصل إلى الساعة المحددة لبدء مستقبل مختلف. كما ذكرنا أن ديما وفريقه كانوا يخططون أن يكون هناك بعض من الأعمال سيقوم بها وسينفذونها بحلول الشتاء، ولكن تمكنوا من ذلك بالفعل في الصيف. إذن علينا جميعا أن نكون ملتزمون بكل ما لدينا وحتى نتأكد أننا نقوم بإدارة المشاريع بشكل فعال. إذن ذلك لن يتم تمديده، ولدينا فقط 21 يوم 23 ساعة. وأشعر أن جميع إن بدأ أن يفهم ويستوعب ما نحن يعني حياله. أرى الأرقام وأرى جميع مهتم بما يحدث. لدينا أساتير منضم إلينا، which is like really powerful. وهذا أمر عظيم. إذا ما الزخم ينتظرنا دون أدنى شك، وأشعر بذلك يوم بعد يوم. We will schedule at least like couple more calls, at least, right? أعتقد أن قبل حتى وصولنا إلى 19 من أغسطس، ربما في بداية أغسطس نبدأ في حجد الزخم، وسنشارككم مع الجميع. لكم كما تروا جميعا وكما أشار ديما وديمتري من جانبهم وأندي أيضا، وهم يعملون في الناحية التنفيذية، هم يعملون فعليا على مدار الساعة للتأكد من أن هذا يحدث على أرض الواقع. هذا حلم كبير يقومهم بتنفيذه هنا جميعا. إذا ذهبتم ورأيتم كيف يعملون، سترى أن هناك مئات الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس لتحقيق ما نتمنى. الجميع ملتزم ويفي بما يعد به، والجميع ملتزم بالنجاح، والجميع ملتزم بالجهد، والنجاح يقترب منا بسرعات غير سابقة. ذهبتم إلى تيست نت وقمت إلى مرحلة إلى حتى ساحة الفيس نت والماركت بليس، سترى أن هناك بالفعل انتقال للاعبي كرة القدم كما شارك ديمتري، حتى أن العملية كانت أسرع مما كنا نتوقع. كل هذا يبدو كأن كل الأجهزة، كل النقاط تقترب من بعضها البعض وتلتصق بعضها البعض حتى هناك كيان ضخم وكبير، وحتى تكون الأمور أكثر نجاحا وأكثر سلاسة مقارنة بما عقدنا ذلك في بداية محادثتنا مع ديما. حتى قبل الإطلاق في فبراير كنا نتناقش مع ديما في اجتماعات خاصة ونتحدث عن ذلك، وإدوارد كان حينها يقول أن الأمر في البداية كان الأمر صعب،
كان الأمر غير واضح في تفاصيله بالنسبة لنا، ولكن كنا فقط حدث عن رقمنة اللاعبون، ولكن بعد ذلك تطرقنا لأن يتسع الأمر لكل الأبعاد، رقمنا وانتقال اللاعبين والـ NFT ووضعهم كل ذلك على المنصة. وديما ساعدنا من خلال الحديث معه شهر بعد شهر، أسبوع بعد أسبوع، يوم بعد يوم، أن يتم هناك تطوير وتحديث الأفكار، وتمكنا سويا من وضع الفكرة الكاملة لبلوك تشين سبورت إيكو سيستم كما هو الوضع الآن. والآن أمر أصبح أكثر سهولة للمتابعة ورأيتي، لأن كل الأمور كما ذكرنا تشبكت وأصبح هناك الكيان أكثر وضوحا وأكثر صلابة. أعتقد أننا جميعنا كمجتمع وكقادة نشعر حد الحماس والقوة، لأن هناك دعم، ندعم الفكرة وندعم الرؤية، ونحن الآن في مرحلة جني الثمار. نحن بالفعل بدأنا نتناول بعض الثمار لهذه الأنشطة التي نحن تمكنا من يعني إقامتها. أتمنى في الحقيقة أن أنضم الآن إلى ديمي وأشاهد فرق لكرة القدم يلعبون، وأكون داخل الاستاد. هناك حوالي 1500 شخص، 15,000 شخص يشاهدون المباراة. الأمر ضخم، الأمر ضخم، وهذه ميزة تنافسية أيضا بلوك تشين سبورت، لأن الآن عندما شكل كل ذلك، وكما ذكر ديما، العديد من السكاوتس أو العديد من نوادي الكشافة أيضا ينظرون في ذلك، والجميع بدأ يشعر ويؤمن أن هذا هو المستقبل، والجميع سود أن يكون جزء من هذا وأن ينتقل من بلد إلى أخرى، من قرية إلى أخرى. وبالأخص موقع البرازيل موقع هام في أوروبا. It's very exciting times, and إذن يعني الجميع يشعر بالحماس والجميع يشعر بالفخر أن يكون جزء من هذا العمل، ونطلع جميعا إلى أن نقوم بعقد جلسة المساء. جلسة المساء أيضا تكون هامة جدا لمنطقة سويا وجها إلى وجه مع ديمتري ومع أندري ومع بعض الأصدقاء الآخرون. سنلتقي سويا أيضا ببعض من الشخصيات المؤثرة من تراست نتورك فيما يتعلق بمشروعات المستقبل. رائع. إذن هذا كل ما لدينا جميعا، دعونا نعمل على دأب وساق. ماذا لدينا؟ 3 أسابيع متبقية، علينا أن ننهي ذلك بأقصى قوة لدينا. علينا نتأكد من أن يتم التسجيل. نتمنى أن نلقاكم جميعا بلاس فيغاس، فعالية لاس فيغاس في 17 من أغسطس، وأيضا سنحتفي سويا بنجاح البلوك تشين سبورت ومشروعاتها والانتهاء من هذا المشروع، وسنعلن عن عدد من المشروعات لكم جميعا، وسيكون وقت قوي جدا. نشكركم على تواجدكم معنا اليوم، وهذه التسجيلات سيتم مشاركة معكم جميعا. أنا نعلم أنكم عليكم أن تشاركوها مع فريقكم وأن تعطوا معلومات لكل الفريق. إذن شكرا جزيلا ديمتري، ولك أيضا أندري شكرا جزيلا، ونلقاكم جميعا قريبا. نلقاكم على خير.